هذا رجل كان عنده أربع بنات، خمس بنات، توفت زوجته فاهتم بتربية الخمس بنات، ضحى، رفض يتزوج واستمر يربيهن. كبرن البنات وجاء وقت الزواج، تقدموا لخطبة البنت الكبيرة، فالبنت الكبيرة رفضت وقالت لأبوها: يا والدي زوج خواتي الأربع وخلني معك أرعاك وأقوم على خدمتك، أنت محتاجني يا أبوي. يا بنتي تزوجي، يا بنتي هذا رزقك. قالت: يا أبوي خلني على راحتي، أريح لي أكون معك أشوف خدمتك. وفعلا تزوجوا الأربع بنات وراحوا مع أزواجهم وعاشوا حياة حلوة مستقرة. بعد فترة مرض هذا الأب وتوفاه الله سبحانه وتعالى، وترك بنته الكبيرة الغير متزوجة في بيته. لما انتهى العزاء راحوا يشوفون وصية الوالد، فشافوا ان الوالد موصي بناته يقول لهم: يا بناتي لا تقسمون الورث والتركة حتى تتزوج أختكم اللي ضحت لكم وضحت لي. البنات ما تقبلوا الوصية هذه وبدأوا يكلمون بعضهم إن هذا الورث حقنا، وإن المفروض يعني ما يشترط علينا هذا الشرط، وبدأوا يلمحون لأختهم إن حنا ودنا نبيع البيت. قالت أختهم: بيعوا بيعوا، الله يبارك لكم، هذا حقكم، ما أقدر أقول لكم شيء. وفعلا عرضوا البيت للبيع واشتراه رجل. الأخت الكبيرة قالت لهم: لو سمحتم أعطوني رقم صاحب البيت. إيش تبين به؟ قالت: أبغى أستأذنه بس يخليني شوي في البيت حتى يعني أدبر لي سكن. فعلا جابوا لها رقم الرجل الذي اشترى البيت، اتصلت عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخوي أنت شريت بيتنا، بيت الوالد، وإحنا خمس خوات فيه، خواتي متزوجات، وأنا قاعدة في البيت كنت مع أبوي قايمة بخدمته وأرعاه، وهو مات الله يرحمه. الوالد كان موصين حنا ما نبيع البيت لين الله يوفقني وأتزوج، لكن ما قدر الله هالشيء وخواتي مستعجلات يبيعون البيت. ودي أطلب منك طلب لو سمحت أنك تخليني في البيت هذا كم شهر لين ألقى لي سكن. فقال لها: ما عندك أي مشكلة يا أختي، اقعدي في البيت. وفعلا جلست في البيت. بعد شهرين دق عليها الرجال نفسه: السلام عليكم. وعليكم السلام. خافت هي، قالت: أكيد أني طولت عليه وبيطلعني من البيت، تفضل. أنا آسفة إذا كنت تأخرت وما طلعت من البيت. قال: لا أنا ما اتصلت بهذا الخصوص، أنا اتصلت علمت أني أنا نقلت البيت باسمك وهو عبارة عن مهرك، إن كنتي موافقة تتزوجين مني، وإن كنتي ما أنتي موافقة تتزوجين مني فاعتبريه هدية خالصة من قلبي لك.